النجمة التونسية الجميلة التي أصبحت مصرية بالفطرة درة. النجمة درة اللي منورانا النهاردة، ويعني بريت يا درة، ها تلكتي بريت شوية بصراحة. احنا الجو الصبح حلو خمنا. أيوة بالظبط، هو الصبح كان فيه شمس جميلة والجو كان لطيف جدا، وبعدين احنا بنيجي من القاهرة على الأقصر وأسوان، فدايما دماغنا انها حر وصيف والجو حلو، بس هو بالليل برد شوية، سقع شوية، واحنا قاعدين يعني ورانا المعبد الجميل وقاعدين في الهوا انا وانتي دلوقتي. انطباعك ايه بقى دلوقتي عن حفل الافتتاح؟ واحنا صورنا بقى معاكي بعد ما شفتي العرض وكده، فعايز اعرف ايه اللي اكتر حاجه شفتيها النهارده جديده ومميزه، وخصوصا ان انت كنت هنا السنه اللي فاتت عضو لجنه التحكيم، حضرت المهرجان، ومن سنتين كمان كنت موجوده كضيفه شرف، فهل حاسه ان في تطور، في جديد، في شكل لفت نظرك السنه دي غير كل سنه؟ هو المهرجان الأقصر بالذات أنا بحس أنه متميز، عنده روح خاصة بيه. مهرجان ميكس ما بين إفريقي يعني ما بين الحضارة الفرعونية لمدينة الأقصر والنوبة والجزر الأفريقية والسينما العربية والتواجد النجوم العرب مع الأفارقة، يعني ميكس كده، هو ده، هي دي مصر يعني، مشاعة على إفريقيا وعلى الوطن العربي وحضارة وفي تاريخ وجزور، يعني ده كله نحس بيه هنا اكتر كمان. الطبيعه وان احنا نكون دلوقتي في الكرنك وكنا قبل كده في النيل، يعني دي مميزات مش موجوده في مهرجانات كتير قوي. دلوقتي العرض اللي حصل ده عرض ممتع جدا، الفقرات الاستعراضيه وكده، احنا يعني يمكن ما بتجيش الفرصه كتير ان احنا نتفرج على العروض دي، فحلو ان هم عملوه وعملوا الميكس ده اللي احنا بنقول اللي انا بقول عليه، يعني الافريقي العربي يعني الحضاره دي كلها مع بعض. الحقيقه يعني تحسي بطاقة إيجابية، تحسي هنا الناس حتى هنا في الأقصر ناس طيبين، يعني الأقصر وأسوان، وقد إيه بيرحبوا بينا وبيفرحوا جدا بوجودنا. بعدين أنا يمكن ثالث مرة أجي، فخلاص بالنسبة لي بقيت حاسة هنا إن ده بيتي، وإن أنا كل سنة باجي هنا وبرتاح نفسيا جدا لما باجي هنا. السنة اللي فاتت كنت لجنة التحكيم، فكان طول الوقت مشاهدة أفلام، هل قدرتي إن أنت تستمتعي بالجو وتلفي في الأماكن، ولا المرة اللي قبلها هي اللي كان عندك فرصة أكتر، ولا المرة دي؟ والله استمتعت جدا وأنا لجنة التحكيم، يمكن أكتر مرة لأني قعدت فترة أطول، كنت في مشاهدة أفلام يعني زي المدرسة، الصبح بروح في ميعاد معين ده لازم، وبنتفرج على أفلام، فدي حاجة أنا بستفيد منها. ويمكن أنا في لجنة التحكيم اللي كنت فيها كنت أصغر واحدة مع ناس عندهم خبرة يمكن أكتر مني، فبتعلم منهم، بستفيد من المناقشات اللي بينا. كمان الأفلام يعني يمكن في السينما الأفريقية احنا مش دايما مش عارفينها كويس، يعني يمكن نعرف أكتر شمال أفريقيا. لكن انت متربية في قلب مهرجان كارتاج، بالظبط، وده أهم مهرجان اتعمل للسينما الأفريقية طبعا. يعني حتى مهرجان الأقصر بيقول احنا يعني ايه، دايما يقولوا احنا اللي بعد مهرجان كارتاج، يعني دايما حاطين قدام عينيهم مهرجان كارتاج، وانت بنت مهرجان كارتاج. طبعا انا يعني يمكن من اسباب حبي للسينما مهرجان كارتاج او ايام كارتاج السينمائيه، اللي هو من اعرق مهرجانات القاره الافريقيه كلها، وكنا بنشوف سينما افريقيه من خلال مهرجان كارتاج بس، ولكن يعني على مدار السنه يمكن مش متابعين قوي، يعني بنسمع، يعني كنت المهتمين بالسينما قوي بيسمعوا عن تجارب معينه، عن افلام اللي اتشهرت قوي او المخرجين اللي اتشهروا قوي، زي مثلا في اتنين موجودين منهم هنا، عبد الرحمن سيساكو ده يعني مخرج معروف، وفي موسى توري كمان من السنغال ده مخرج معروف، لكن يعني ما فيش متابعه دائمه للسينما الافريقيه بصراحه، يعني ويمكن كالتشر مختلف، ثقافه تانية، رغم ان احنا عندنا حاجات مشتركه، لكن من خلال المهرجانات دي ومهرجان الاقصر دلوقتي، ده بقى يعني بقينا نحس بيه اكتر.
احنا كسينمائيين ونحس اكتر بالتقارب ما بيننا وبين السينما الافريقيه. ومتهيألي ده لازم يعني زي ما الاوروبيين دايما بيتعاملوا مع بعض في حاجات كتير، احنا كافارقه ليه لا، يعني لازم نقرب من بعض اكتر ونشجع كمان من خلال السينما السياحه كمان يعني. طبعا وده مهم جدا. يعني بيضايقك ان يعني ان انت تلاقي السينما التونسيه مش موجوده في كل بيت مصري، مش موجوده في كل بيت عربي، زي مثلا الفيلم المصري انتوا تربيتوا عليه، اتعلمتوا اللهجه المصريه منه، الناس كلها بتشوفه في كل البلاد العربيه، ولكن السينما التونسيه برغم انها طلعت كان وخدت جوائز ووصلت للعالميه والتقنيه عاليه جدا، ولكن انها مش منتشره، مش بس التونسيه، انا بتكلم المغرب العربي كله، ولكن باخص تونس عشان انت منها. فهل ده بتحسي بمضايقه ان ليه مش موجود، ليه مش معلهوش سبوت زي السينما الاوروبيه والسينما الامريكيه والسينما المصريه؟ صح، يمكن هو اللي حاصل شويه للسينما التونسيه او الشمال افريقيا نفس اللي حاصل شويه للسينما الاوروبيه مقارنه بالامريكيه. يعني الفيلم الامريكي ونجوم هوليود هم المعروفين اكتر عالميا، لان في صناعه زي ما هنا بقى في مصر في صناعه سينما. عشان كده نجوم مصر هم اللي معروفين اكتر، والسينما المصريه مفهومه وبتتعرض في كل الوطن العربي، واحنا تربينا عليها وحبينا السينما من خلال السينما المصريه وهي كانت يعني السباقه. انت بتتكلمي مصري احسن مني افلام المصرية بالظبط طبعا، يعني من الافلام المصريه والاغاني والفن بشكل عام. يعني احنا عندنا سينما قويه في تونس، سينما فعلا زي ما انت قلتي يعني اثبتت نفسها في مهرجانات كتير وحازت على جوائز، وعندنا مخرجين ومخرجات وممثلين وعندنا ناس مهمه، ولكن شويه في اطار يعني تونس وممكن في المهرجانات. هي سينما مش كوميرشال قوي، مش تجاريه بشكل كبير، هي اكتر بنسميها سينما المؤلف او يعني سينما مستقله احيانا كمان. يمكن ده اللي مخليها شويه في نطاق معين، مفيش صناعه حقيقيه يعني للسينما، حتى عدد الافلام ما بيكونش عدد كبير قوي، فده الفرق بينها وبين السينما المصريه. عشان كده اللهجه نفسها ما انتشرتش زي انتشار اللهجه المصريه. يعني انت في اعتقادك كممثله دلوقتي وليكي مكانه وليكي جمهور في الوطن العربي، ازاي السينما المغرب العربي ياخد حق؟ يعني شايفة ازاي؟ هل الانتاج ولا هل التوزيع الخارجي ولا الدبلجة بقى، تغيير اللهجة وان الناس توصل لها دي بطريقة الدبلجة زي الهندي والصيني والحاجات دي كلها انه دبلجوها دلوقتي فبقت موجودة في كل. انا شايفة ان احنا مش محتاجين ندبلج، لان التونسي في الاخر مش صعب قوي زي الهندي والصيني، يعني هي لهجة. لا، التونسي والجزائري والمغربي في كلمات كتير طبعًا الناس مش بتفهمها. طبعا لا لا، رغم لا انها مفهم. عربي يعني انت تفهم بالتونسي ولا ليه؟ انا بفهمك انت عشان التونسي يعيشك يعيشك. انا يعني انا بفهم تونسي وبحب تونس عشانك وعشان هند صبري ولطيفه. انتوا طبعا غاليين عليا جدا، انت وهند ولطيفه، وعشان كده انا بحب تونس وبحب اللهجه التونسيه عشانكم. والله واحنا كمان بنحبك قوي، ويمكن يعني من اكتر الحاجات اللي بتسعد الفنان انه بيحبب الناس في بلده سواء اصدقائه او يعني. واتمنى ان انت تيجي مهرجان قرطاج، لازم الجاي عشان يعني نفرجك كمان على تونس. انا كنت بحضر مهرجان جربة، كان من المهرجانات الجميله وكنا بنقضي فيه وقت جميل، وليه طابع مميز في جربة يعني. طبعا انا رحت الحمامات ورحت جربة، يعني انا برضو انت زرتي تونس كويس قوي. بس ما زرتش مهرجان قرطاج. تنورينا والله، تنورينا. يعني عايز اعرف انتوا برضو لما اتشهرتوا عربيا انت وهند ولطيفه، ليه ما استغلكوش التوانسه بافلام بقى باللهجه البسيطه بتاعتكم اللي انتوا دلوقتي بتتكلموا مصري او بتتكلموا اللهجه اللي بيسموها اللهجه البيضاء اللي هي تدخل كل البيوت، ان يعملوا بيكم افلام او يعملوا بيكم اعمال تونسيه تبقى منتشره، يعني زي سوريا بعد شهرة جمال سليمان وسلافة وخيرجي وكده بدأوا يعملوا مسلسلات سورية بتبقى موجودة في الوطن العربي، لأن اللهجة بتاعتهم بقت خفيفة زي ما بيقول.
والله ده يمكن في تفكير فيه، لكن هو لازم احنا لما نعمل نيجي نعمل افلام او مسلسلات تونسيه لازم تكون اللهجه التونسيه الاصيله هي المستخدمه فيه، غير الانترفيوز اللي ممكن يعني نستخدم فيها اللهجه البيضاء. ولكن احنا لازم فعلا وجودنا يدعم السينما او ينشرها اكتر، لان احنا انتشرنا اكتر يعني مثلا من خلال الاعمال المصريه، لدرجه ان انا مره احكي لك حاجه غريبه. مره في الجزائر كنت رايحه مهرجان هناك، فطبعا الجزائر جنب تونس يعني، وحتى لهجتنا شويه قريبه من بعض وبنتكلم فرنش برضو وكده. وانا رايحه اجيب حاجه، كنت رايحه مهرجان، نزلت محل يعني بسيط، فالراجل بيقول لي انا عارفك انت، قلت له انا بقى بالتونسي انا ممثله تونسيه، قال لي لا انت الممثله المصريه انا عارفك. خلاص بالنسبه له يعني خلاص معتبر محسوبين على مصر خلاص. بالظبط احنا يعني في انتماء للاثنين طبعا، الواحد دايما فخور ببلده وبانتمائه لتونس وكمان يعني لمصر طبعا، لانها يعني ليها فضل كبير يعني عليا وعلينا كلنا، ان هي ادتنا الفرصه نثبت نفسنا ونبقى نجوم. فيعني بس انا بقول يمكن في تجارب زي هند السنه اللي فاتت عملت فيلم تونسي اسمه زهره حلب، وانتشر شويه في الوطن العربي يعني، اتعرض لانه هي اللي مشاركه فيه، ورغم انه يعني فيلم تونسي. السنه دي السنه الجايه انا يعني كمان عندي عرض لفيلم تونسي هعمله، هكون فيه انا وظافر كمان يعني. شهر ظافر برضو طبعاً في تونس في مصر، في مصر جدا فيعني بنحاول نعمل ده، لكن يعني اقل يمكن ما فيش برضو زي اللهجه السوريه، يمكن اقرب للمصريه، وانتشرت كمان من خلال المسلسلات التركيه والدبلجه وكده. احنا يعني شويه شويه كده يعني، صابر باعي يمكن دايما يطلع يتكلم تونسي، فالناس بقت تفهم التونسي شوية منه يعني برضو اكتر. سفراء بقى كده تحاولوا تقربوا الاثنين لبعض، وان شاء الله نشوف لكم اعمال حلوه في مصر وفي تونس وفي الوطن العربي كله. وهنشوف لك بكره ان شاء الله فيلم مولانا، انا كنت معاكي في دبي واحتفلنا بيه، وكنت سعيده بالفيلم جدا، وهو نزل مصر وحقق 14 مليون، فعمل المعادله انه عجب الناس في المهرجانات، وايضا الجمهور جاب ايرادات عاليه. مولانا من الافلام اللي بتثبت انه ما فيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده، انه الجمهور عايز الافلام اللي خلينا نقول الخفيفه او التافهه يعني شويه المسليه فقط يعني، اللي ما فيهاش مضمون او ما بتحملش رساله او فن. بالعكس يعني فيلم مولانا اثبت انه ممكن يكون فيلم مهم جدا وليه مضمون وشكل فني ويعني ممتاز، وفي نفس الوقت يعجب الجمهور. الجمهور برضو يعني متعطش يتفرج على افلام حلوه أكيد. يعني الناس لما بيبقى فيه فيلم حلو الناس تحب تشوفه، الناس بتشوفه، والدليل يعني الجمهور الكبير والايرادات العاليه اللي حققها. وانت محظوظه ان كان عندك فيلم حقق نجاح في المهرجان وايضا نجاح جماهيري، وفي انتظار فيلمك مع هنيدي بقى ان شاء الله. الحمد لله طبعا فيلم مع هنيدي هيكون حاجه مختلفه خالص، و يعني فيلم كوميدي مع نجم الكوميديا يعني من احد نجوم الكوميديا الاولين في الوطن العربي وفي مصر. مستمتعة بالعمل في الفيلم ده بصراحة، هيكون مفاجأة وحاجة يعني فيها فانتازيا وفيها دور اللي أنا بعمله مختلف عني، وهو كمان مش عايزين نحرق كتير، بس هو نازل عيد صغير، وأتمنى أن الناس تدخله وتستمتع بيه. وكمان انا على فكرة لسه برضو مخلصة فيلم مع النجم تامر حسني، من النجوم المحبوبين قوي كمان في تونس وفي كل الوطن العربي. تامر طبعا يعني غير انه هو مطرب، هو ممثل ناجح جدا، والفيلم ده اخراج محمد سامي، ويعني انا متوقع ان الفيلم ده كمان هيبقى نقلة لينا كلنا ان شاء الله. السنة دي هتتحرموا منها على مستوى الدراما في رمضان، ولكن هتنزل بتقلها في السينما. عمرو سعد، محمد هنيدي، تامر حسني، بقول لدرة مبروك، وهنستمتع بيها بمولانا في الفيلم المصري الوحيد اللي بيشارك في مهرجان السينما الإفريقية. شكرا ليكي وسي، أنا متوقعة جايزة المولانا المرة أكيد مش إن شاء عارفة الله. ليه إن شاء, إن شاء الله. الله إن شاء الله نتمنى ونفرح بالجايزة لمصر إن شاء الله طبعا، ونفرح بالجايزة لمصر، وكده كده هو خلاص خد جايزة الجمهور أكيد يعني. أكيد.